بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم راح نزيدكم فيديو جديد، وهذا الفيديو أنا ماذا بيا النحل اللي راهم يخدموا المبتدئين معايا هما اللي يقوموا بمراقبة النحل. لماذا؟ باه نشوفوا الأخطاء اللي يديروهم النحالين، باه تشوفوا الأخطاء اللي راهم يوقعوا فيهم. ها عندنا زوج مبتدئين هذو لهنا اللي بديتهم يتبعوا فيا. بسم الله. دونك لهنا على بالكم واش راح ديروا؟ راح تكونترولوا النحل تاعكم، مراقبه الخليه. شوف اول حاجه الاتجاه تاع العمل تاع النحل هكذا. ايوه كاين ابيض الشمعه مبيض شويه النحل ناشط. بعد نبداو بالاتجاه كيف انا كيف لا عنده العسل ولا ما عندوش الخزنه. دونك نكمد لنا الاول في الحاله هذه. هاي نبداو هكذا، هاي نشوفوا ماشي كي تحضر. خليها الطريقه هذه صحيحه هكذا. ايوه دونك واش الاطار هذاك تحطيه بالجنب، باه تخدمي عليه، تخدمي في راحه. هذا الاطار واش فيه؟ فارغ، نحطه بالجنب. تسمى هنا النحل تاعنا راه بدانا من الاطار الاول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سبع، الاطار السابع. الخليه هذه راه على سبع اطارات، ورانا في شهر ديسمبر. هذه فيها العسل مختوم، ها وعسل ماهوش مختوم. دوك الخليه هذه حنا واش نديروا لها؟ نديروا الاطارين باطار، نديروا اطارين باطار. هذا ها ما شاء الله عسل مختوم، العسل الثاني هاي مع حبوب اللقاح ما شاء الله. فارق هكذاك الاطار هذاك ثاني، نراقبوه نشوفوا واش فيه. والنحل الاخواني ما كاين اللي يقول لك هاي ما شاء الله، شوف ما شاء الله حضنا، رانا في شهر ديسمبر ما شاء الله. هاي هنا الملكة بإذن الله، هاي الملكة ما شاء الله، هاي الملكة ما شاء الله. هنا تقدري تلقاي البيض، كاين بعض النحالين اللي راهم يعانوا من عدم وجود البيض، عدم وجود الاكل، ويقول لك عندي لقيت الاكل العسل والحبوب اللقاح والبيض ما كاش. هاي ما شاء الله حضنا ثاني نفس نفسها ما شاء الله، تدخين برك. دونك في الحاله هذه هنا نحبسوا، هنا حبسي ارفد الاطار هذا، شوفوا واش فيه. ايوه عسل ما شاء الله مختوم. عاودي قلبيه في الموقع تاعو، دوك قلبيه لبلاصتو. دوك حنا واش نديروا لهنا؟ لا نضع اطار ممطوط، هذاك الاطار. لا انت شوف، هذه الغلطة اللي راكو تسراكم كي تكونوا تخدموا في النحل. الإنسان اللي يكون يدير في الدخان يخدم الدخان. دوك شفت النحل كيف راه هاج هكذا؟ دير الدخان تاعك، النحل خليته يطلع، خلي اللي راه يخدم النحل هو اللي يخدم النحل. أنتر كاري هكذا، دخن شوية وندير إطار فارغ ممطوط، ماشي إطار شمع أساس، إطار ممطوط. نعاود نقلب الاطارات تاعي، كاين نقلب الاطارات تاعي. لا لا نديرو باطار واحد برك، باسكو رانا في فصل الشتاء والانسان تتغير الاحوال الجويه، تتغير الاخر ما نضروش النحل. الاسبوع القادم كي نجيو نزيدو نديرو اطار اخر. النحل هذا عنده طريقة تاع عمل، ماشي يروح همج هكذاك، عنده طريقة تاع عمل كيف يخدم في الشتاء، في الصيف، في الربيع، في الخريف،
وشنو الانسان يكون شويه متمكن. لا لا خليه هذاك الاطار مليح. عاودي قلبي الاطار تاعو كيما راهم. من بعد واش نديرو؟ نمدو التغذية السكرية. هنا نمدو التغذية، نغذو النحل تاعنا. الخطرة الجاية إن شاء الله دوك ندير لكم فيديو تغذية النحل في فصل الشتاء. باسكو هذا راح حير كاع المبتدئين، المحترفين راهم يعرفوا الطريقة، باسكو الحق الاحتراف راه يعرف، بس المبتدئين كل واحد راهم في حيرة من أمرهم. يقول لك نغذي بالكاندي ولا بالعجينة ولا بالمحلول السكري. ندير لكم فيديو بالتفصيل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.